تراكم صحيح. لأنه 60 سنة الجزائر عملت على بناء نفسها، على تأسيس للصناعة العسكرية وتكييف هذه الصناعة مع التطورات التكنولوجية على الجوانب التقنية التي تتطور من يوم بعد يوم. نعم. ربما سيادة العقيد انه عملية تفتيش العتاد، قبل العتاد حتى فقط نعم. عفاف نذكر بان حضور هذه الشخصيات يتقدمه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، رئيس جمهورية تونس الشقيقة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيسة جمهورية اثيوبيا، رئيس جمهورية النيجر، رئيس جمهورية الكونغو، رئيسة مجلس الشيوخ الايطالي، وزيرة خارجية ليبيا نجلاء منقوش، وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. ربما ضيوف الجزائر محمد جاءوا ليتقاسموا هذه اللحظة التاريخية. تفضل سيادة العقيد بإكمال فكرتك. إذا سمحت بقى سيادة العقيد، يعني الآن أسمع تلك أهازيج الشباب الجزائري نعم. في المدرجات وهو ينادي فلسطين الشهداء، عندما نلاحظ نعم. الآن هي صورة الجزائر المتكاملة من شبابها إلى قياديها بحضور رئيس فلسطين الذي يحمل أكثر من دلالة. نعم. أكيد. وأيضا هو انتصار للمبادئ. صحيح. انتصار للمبادئ الحرية والعدالة. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا اليوم الخالد المجيد وأمام هذا المشهد المهيب للجزائر الفخر بأمجادها والوفاء لشهدائها، أتوجه إلى شعبنا الأبي بالتحية والتهنئة، ونحن نضفي وجها استثنائيا على إحياء الذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية في وقت وصلت فيه البلاد بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية مرحلة ارتسم معها وجه جزائر الثقة في الحاضر والأمل في المستقبل. وإنه لا يجدر أمام هذا المشهد المهيب أن نجدد تقدير الأمة لدرع الجزائر، جيشنا الوطني الشعبي حامل لواء جيش التحرير، الذي نشهد معه باعتزاز ما أحرزه من مكاسب وإنجازات عظيمة. إن هذه اللحظات لعميقة المغزى، والشعب الجزائري يقف على ما وصل إليه جيشنا العتيد من احترافية وتحكم عالي في العلوم والتكنولوجيا العسكرية، وهي لحظة تحمل إلى جانب ذلك معاني الوفاء للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة. إنه جيش متلاحم مع الشعب يزداد مهابة ورفعة لما يحظى به من مكانة في وجدان الأمة، ويزداد تمرسها
اقتدارا لما يتحلى به الضباط والجنود وكافة المستخدمين والمنتسبين إلى الجيش من وطنية والتزام. وإنني في هذه اللحظات لا أشد في هذه المناسبة على أيدي الأشداء المرابطون على الحدود ونسور العلا في أجوائنا وحفظة رياس البحر الأمجاد. وفي هذه السانحة أؤكد من جديد أننا جميعا ومهما كانت مواقعنا ومستويات مسؤوليتنا مدعوون في ظرف محفوف بالتحديات إلى المساهمة في تثبيت مرتكزات دولة المؤسسات والحق والقانون، دولة تتكرس فيها روح المواطنة وقيام التضامن ويتجذر فيها الشعور بالواجب الوطني. فلنجعل من ذلك قناعة في ضمائرنا وغاية نبيلة لمساعينا، ولنجعل من أيامنا التاريخية محطات شاهدة على الوفاء للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة، ولنتخذ منها معالم مرشدة لخدمة وطننا المفدى وشعبنا الأبي. وهنيئا لنا هذا العيد، شعلة المجد في سماء الجزائر ومنارة العزة على أرضها الطاهرة. وأختم بالتشكر الجزيل والعرفان لكل ضيوفنا الكرام الذين أبوا إلا أن يقاسموا معنا الأفراح في هذا العيد المبارك، عيد الاحتفاء بستينية لاستقلال الجزائر واسترجاع سيادتها. وبالمناسبة أعلن رسميا عن بداية الاستعراضات العسكرية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر.